السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم المسفوف ولا السفه، كوسكو سكري وغيزان ساك، مليح في رمضان السحور ولا المناسبات تاع العرس ولا الطهاره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ونمروا للتحضير على بركه الله. عندي هنا الكوسكوس مشري، يعني البنات اللي هنا في فرنسا واوروبا اللي ما عندهاش المفتول دير هذا، خيروا الرقيق لو فان بس المسفوف يجي برقيق ما يجيش بالمتوسط ولا الخشين. وعندي هنا لي غيزان ساك، نديرو كمشة تشمخ في الماء قبل ما نديروها، من بعد قبل ما نبداو. دونك شفي ترومبي اون بواني دو غيزان ساك دون لو، خليوها على جنب ونبدا كسا نخدم الكسكس تاعي. دونك انا هنا رايحه ندير كميه قليله، واحد 400 غرام هكذاك، 400 غرام ولا اقل من الرطل تاع الكسكس هكذا. ابخي توما ديروا يعني الكميه اللي بغيتو، ندير لها شويه زيت، نحكها في الزيت، سمغو بشويه زيت باش من بعد ما يلصقوليش لي غران كي نعود نفور فيه. دونك ان تي بو دويل اي افون دو باسي بور لا بروميير فوا لا فابور. فوالا انا ديجا درت البرمه تاع الماء تغلي. Donc, je le passe à la vapeur sur une couscoussière. Voilà, انا نغطيه، تقدروا تغطيه ولا ما تغطيوش مش مشكل، المهم يخرج البخار مليح حتى نشوفوه خرج مليح البخار. Il faut que on voit bien la vapeur sortir de un peu de partout. Et après, نعاود ننزلوه في التجره ولا الجفنه تاعنا، نحلو هكذا، نبدل المغرفه هذه ونجيب الاخرى، ما عرفتش نخدم بهذه. نحلو هكذا مليح وكسع، نبدا نرشو بالماء. دونك ابري جو لا روز افيك لو. دونك الماء ما ديروش كميات كبيره، رشوه بشويه كل مره شويه حتى يتحل، كل مره نفوروه نحلوه بشويه ماء. دونك فو لا روزي افيك دي بتيت كونتيتي دو. فوالا هنا ندير الملح لو سيل باسكو كاين الكسكس اللي ما فيهش، كاين اللي يفتلوه بيديهم يديروا له الملح كي يفتلوه، مي اللي يشريوه ما فيهش الملح. دونك فوا جوتي السال اي ابري لو باسي لا فابور. Voilà, donc cette étape, il faut la refaire plusieurs fois, à chaque fois arroser, puis le remettre à la vapeur au moins 3 à 4 fois. هكذا انا هذه الاولى اللي درنا لها الماء، اللي رشيناه بالماء. Voilà, وهنا كي يفور مليح نعاود نحضرو. دونك لا il est on voit bien la vapeur. Je le remets dans le plat. عاودو ديرو حضرو في التجرة ونزيدو نحلوه ونزيدو نرشوه بالماء. يعني وصفة سهلة بسيطة جدا. Voilà, on arrose toujours avec des petites quantités. فوالا نحلو مليح، نزيدو شويه ماء، وهاو يشرب الكسكاس النوعيه هذه، هاو يشرب مليح، يدوبل دو فوليوم. والكسكس هذا انا شريتو في تلقاو في لي غون سيرفاس كيما كارفور ولا في الغيون تاع وين نلقاو المواد تاع العالم، والله في لي بيسري اورينتال تلقاو هذا الكسكس هذا. وهنا بعد ما فورته ورشيته بالماء مرتين، المره الاخرى نبدا نغسل لي غيزان. جو في غانسي لي غيزان، جو في لي لافي لي غانسي، ونقطرهم خليهم يقطروا، ونفرغ هذه المره الاخيره اللي راح ندير له الماء. دونك جو في اغوزي لا ترويزيام فوا اي لا ديرنيير فوا مون كسكس ولا المسفوف. فوالا نحلو ونزيد له الماء. هنا ندير شويه زبده، المره اللي قبل الاخيره ندير شويه ان تي بو دو بور لافون ديرنيير باش يزيد يحل مليح لي غران تاع الكسكس. فوالا نذوبها مليح الزبده هذه ونخلطها مليح مع المسفوف تاعي.
ومن بعد نرشو بالماء. يجي اغوزي ان بو دو pour la dernière fois. Vous pouvez faire quatre fois, mais là trois fois ça va. Je vois que ou ترخف لي يعني المسفوف تاعي. وهنا نجيب الزبيب، تجيب لي غيزان نديرهم هما الاولين، ندير الزبيب من تحت والمسفوف من فوق. هاد لي تاب هادي سي لا ديرنيير، خليو لاخر مره وكسع ديروا المسفوف الزبيب من تحت. عفوا. ونديرو دوكا يفور للمره الاخيره. دونك جو في باسي لا فابور بور لا ديرنيير فوا. فوالا كما راكم تشوفوا. فوالا نحلو مليح، ومن بعد نزيد له الزبده والسكر. يعني احنا هنا في جهه سطيف والبرج نديرو هكذا بالسكر والزبده. كاين اللي يديروا بالعسل، وكاين اللي يفوروا بالحليب، وكل منطقه والطريقه تاعها. دونك حنا في الشرق هنا سطيف والبرج نديرو هكذا المسفوف تاعنا. دونك هنا ني زدت الزبده، جاجوت لو بور. والزبده ديروا حسب يعني الزبده والسكر كل واحد وش يحب. لا حبيتو تكثروا كثروا، لا حبيتو ديروا قليل. دونك لا جي اجوتي دو غراند كويير ا سوب دو سوكر. فوالا سي ا فوتر كونفنونس لو سوكر، فو ميتي سو كو فو فولي. وهذه هي دونك لهنا راكم تشوفوها وجدت في طبق التقديم. زينتو بشويه هكذا سكر رطب وزبيب ودغاجي غوز، ما عرفتش ليه درت لي دغاجي غوز. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وش هي طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.